ابتدى الإمام البخاري الرحلة في طلب العلم عموما والحديث الشريف خصوصا تقريبا سنة 210 هجرية، وهو في الوقت ده كان عمره حوالي 16 سنة. وكانت أول رحلة زي ما ذكرنا لحضراتكم قبل كده، كانت رحلته إلى الحج، وكان في الرحلة دي في صحبة أمه وأخيه أحمد. أحمد إسماعيل البخاري هو الأخ الأكبر للإمام البخاري، وبعد كده بقي الإمام البخاري هو في الحجاز من أجل إن هو يطلب العلم، وقعد مدة في الحجاز، وبعد كده رجع بعد ما فرغوا من القيام بأداء مناسك الحج، رجع أخوه الكبير أحمد بأمه إلى بلدتهم بخارى، وقلنا إن هي في منطقة أيضا آسيا الوسطى. واللي بيدلنا على طبيعة البيت اللي تربى فيه الإمام البخاري، وبيدل كمان على اهتمام هذه الأسرة المباركة بطلب العلم، إنه بجانب إن إسماعيل البخاري والد الإمام البخاري كان من أهل العلم، وكان طبعا من المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان كانت والدة الإمام البخاري امرأة صالحة تقية عابدة مجابة الدعوة، تعرف قدر العلم وقدر أهل العلم، لذلك هي دفعت بابنها وهو صغير يتيم إلى المكتب أو إلى الكتاب ليطلب العلم، سواء حفظ القرآن الكريم، وهو أثناء وجوده في المكتب ألهم بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعد كده برحلته في حفظ الحديث الشريف. ورحلت من الحجاز بعد أن أدت فريضة الحج، وخدت، لو أنت تلاحظ، الإمام البخاري هو في حدود 16 سنة أو أقل عشان يؤدي فريضة الحج، وبعدين سابته ورجعت هي وابنها الكبير إلى بخارى، وسابت الإمام البخاري يتابع طلب العلم في الحجاز، وإنه بقى يسعى للقاء الشيوخ والعلماء ويسعى النبوي الشريف، فأذنت الإمام البخاري له بأن يبقى في الحجاز، وعادت هي راجعة مع ابنها الكبير أحمد إلى بلدتهم بخارى. أقام الإمام البخاري بالحجاز حوالي 6 أعوام لطلب الحديث الشريف. رحل الإمام البخاري بعد ذلك إلى عواصم كثيرة جدا، اللي زي ما قلنا لحضراتكم كانت مشتهرة بأن فيها نشاط علمي مكثف وعظيم، وبالذات في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحل الإمام البخاري إلى البصرة، وأقام الإمام البخاري مثلا بالبصرة 5 سنوات، قعد هناك ليطلب الحديث النبوي الشريف. ونفس الإمام البخاري ذكر وقال عن رحلته التي كانت إلى الكوفة وبغداد لطلب الحديث الشريف، هو بيقول وبيوصف رحلاته وبالذات لبغداد والكوفة، بيقول: لا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. أنا مش فاكر كم مرة أنا رحلت وسافرت إلى الكوفة أو إلى بغداد من أجل الحديث الشريف. سافر إلى بغداد كتير جدا، وتردد إلى بغداد وإلى الكوفة كثيرا جدا، ومن سفراته إلى بغداد إنه 8 مرات من مجموع أسفاره إلى بغداد لطلب الحديث الشريف، 8 مرات لقي فيها الإمام أحمد ابن حنبل، الإمام المبارك، الإمام أحمد ابن حنبل. وقد كان الإمام أحمد ابن حنبل من أشياخ الإمام البخاري، وإحنا في رحلتنا مع الإمام البخاري وإحنا بنتكلم عن المنشأ البيئة والبيت، وبنتكلم عن أشياخ الإمام البخاري، وبنتكلم عن استعدادات الإمام البخاري لطلب العلم وبالذات الحديث الشريف، وإحنا بنتكلم عن ممن تلقى الإمام البخاري الحديث الشريف، نعرف من كل ده المكانة الكبيرة اللي وصل إليها الإمام البخاري عليه الرحمة والرضوان. دخل الإمام البخاري مدن كثيرة جدا لطلب الحديث الشريف. من هذه المدن مثلا بلخ. بلخ دي موجودة النهاردة في شمال أفغانستان.
سافر الإمام البخاري إلى مرو، ودي موجودة بخراسان بأسيا الوسطى. سافر الإمام البخاري كذلك للري، كل ده لطلب العلم والحديث الشريف. الري دي مدينة تاريخية بقت دلوقتي جزء من الجنوب الشرقي لمدينة طهران في إيران. سافر الإمام البخاري لطلب الحديث في مدينة واسط اللي هي موجودة في وسط العراق الآن. سافر الإمام البخاري إلى دمشق وإلى حمص ورد نيسابور، ودخل مدينة عسقلان. مدينة عسقلان من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، بتقع إلى الشمال الشرقي من غزة وبتبعد حوالي 25 كيلومتر، قريبة من الشاطئ على الطريق اللي بين غزة ويافا، مش بعيدة عن غزة وهي ضمن الأرض المحتلة. دخل الإمام البخاري وسافر إلى مصر، راح مصر مرتين، واحدة من سفراته دي 17 هجرية، كل ده لطلب الحديث الشريف. تقريبا الإمام البخاري قضى حياته كلها في هذه الأسفار من أجل طلب الحديث الشريف، وبعد كده بدأ يرحل في السفرات بتاعته إلى أنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل إلى عدد من البلاد اللي كان هو قبل كده بيسافر لها عشان يطلب العلم فيها ويسمع فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد فترة بقى يعني شهرته ملأت الآفاق وبدأ بقى يحدث في أماكن كثيرة. فسافر إلى الحجاز وحدث بالحجاز وحدث بالعراق وحدث في بلاد ما وراء النهر، وقدم الري سنة 250 هجرية، وأقام بنيسابور حوالي 5 سنوات. وجاء وورد إنه الإمام البخاري أسمع الجامع الصحيح بمدن، منها ما أسمعه بمدينته بخارى 252 هجرية. وقال الإمام البخاري في وهو بيسجل لنا الرحلات بتاعته، سواء في طلب الحديث الشريف أو في إملائه والتحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحكي بيقول دخلت بلخ. بلخ اللي هي قلنا المدينة الموجودة حاليا بشمال أفغانستان. فبيقول فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه، كل الأحاديث اللي أنا خدتها أن أنا أمليها يعني عليهم. شوف شغف الناس في هذه المناطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول فأمليت 1000 حديث عن 1000 شيخ رضي الله عنه. طاف الإمام البخاري بلاد كتيرة جدا، ودخل يعني حواضر أو عواصم العالم الإسلامي الكبرى، منها مكة المكرمة، المدينة المنورة، دمشق، الشام، بغداد. بغداد كانت عاصمة الخلافة. وقضى معظم عمره الإمام البخاري منتقلا بين البلاد، راحلا إما في طلب الحديث الشريف أو في إملائه. وروى الإمام البخاري طبعا، لأن رحلات ورحلات الإمام البخاري كتيرة جدا، فروى تقريبا عن 1080 شيخ الحديث الشريف. وروي عنه أنه قال كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. أنت من خلال هذه السيرة العطرة، السيرة اللي متصلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف منذ سن مبكرة، تقدر أو نقدر جميعا نستوعب كم العلم الذي تحصل عليه الإمام البخاري منذ أن كان صغيرا. وشوف كم الرحلات، يعني إحنا النهاردة بنسافر طيران وفي بواخر وفي سيارات، زمان كانت الأسفار بالشهور. كم المشقة اللي تعرض ليها الإمام البخاري من أجل أن يطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما تعيش قوي مع سيرة الإمام البخاري تقدر تفهم القدر الذي وصل إليه، وثقة العلماء سواء أشياخه أو تلاميذ الإمام البخاري في علم الإمام البخاري ومنهج الإمام البخاري الذي وضعه واضحا في كتابه الجامع الصحيح. ولما هنشوف إزاي لما كان الإمام البخاري بيحب يحدث، وإزاي الناس بتفتح بقى الشوارع والناس تفتح بيوت عشان الناس تقعد تسمع، ويبقى معاه 90 فوق الألوف من طلبة العلم يستمعون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام الجليل الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام البخاري ما طلعش كده،
شفت الرحلات وشفنا البيئة وشفنا البيت اللي طلع فيه الإمام البخاري وأشياخ بقى الإمام البخاري، شوف سافر قد إيه، كم الأشياخ يعني الأساتذة اللي تلقى عنهم الإمام البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر كتير جدا، وأشياخ الإمام البخاري أثروا في تكوينه العلمي وفي منهجه الحديثي. ونظرا لكثرة شيوخ الإمام البخاري واختلاف البلدان بتاعتهم، لأنه سافر كتير جدا عمره كله في سفر وفي ترحال من أجل طلب العلم وتعليم العلم، نظرا لأن شيوخ الإمام البخاري كثر وكمان بيعودوا إلى أمصار وإلى بلدان كتيرة جدا، حصرهم المحدثون يعني بدأ بعض أهل الحديث يحاولوا أن هم يحصروا يشوفوا كم عدد أشياخ الإمام البخاري زي ابن حجر العسقلاني، حصره مثلا في 5 طبقات. أنا هذكر مثل بس، هنذكر الطبقة الثالثة اللي هي الوسطى من مشايخ الإمام البخاري، وهم من لم يلقى التابعين اللي هم لم يلتقوا بهم، بل أخذ وهو لم يلتقي بهم، بل هو أخذ عن كبار تبع الأتباع. احنا جيل الصحابة التابعين وتابعي التابعين تابع التابعين اللي تلقوا كبار تبع الأتباع رضي الله عنهم جميعا، اللي تلقى عنهم الإمام البخاري كسليمان بن حرب وعلي ابن المديني وده من أشياخه الكبار، ويحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل الإمام العظيم وإسحاق ابن راهوي وأمثال هؤلاء وغيرهم كتير تلقى على أيديهم الإمام البخاري وسمع عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطبقة اللي احنا ذكرناها من خلال ما أورده ابن حجر العسقلاني شاركه الإمام مسلم في الأخذ عنهم، يعني دول نفسهم كانوا شيوخ الإمام مسلم، الإمام مسلم من تلامذة الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأكثر شيوخ الإمام البخاري تأثير فيه هو الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث علي ابن المديني. يعني روي إن عن البخاري إنه كان بيقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني، من كتر ما كان، حتى كانوا بيوصفوا الإمام البخاري لما يقعد كده جنب شيخه ويقرأ الحديث قد إيه كان يهاب الإمام البخاري ويعظم ويوقر شيخه لأنه يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف كمان وصف الإمام البخاري لما كان بيسمع الحديث من فم شيخه علي بن المديني، من كتر ما كان هو يعني مبهور به، فيقول ما سمعت الحديث من في إنسان أشهى عندي من أن أسمعه من في علي بن المديني، يعني أحسن حد كنت أحب أن أسمع حديث رسول الله من فمه، بيسمع حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من فمه، كان شيخه علي ابن المديني. وأكثر من روى عنه من الشيوخ الإمام البخاري هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله ابن يوسف الدمشقي التنيسي. والإمام التنيسي ده كان من رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك، وده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده برضو روى عنه هذا الشيخ التنيسي، روى عنه الإمام البخاري في الصحيح أحاديث كتيرة جدا، يعني تقدر تقول فوق 300 حديث. وكان لقيه ببلدنا الحبيب، لقيه الإمام البخاري بمصر سنة 207 هجرية. الإمام البخاري الجليل اللي أمضى عمره كله في الرحلة لطلب الحديث الشريف وتعليمه، ما قضاش الرحلة فارغة من الأهداف، لا، ليه هدف، بيجري ويروح شرق وغرب يجمع حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنضبط بمنهج دقيق في التلقي وفي حمل الحديث، وضابط جدا في كل ما كان يأخذ أو يدع. قضى عمره في هذه الرحلات وما وصلش إلى هذه المكانة الكبيرة إلا بالكد والتعب والسفر المستمر لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحديث عن أهله. وده ابتدأ الإمام البخاري منذ سن مبكرة
وتلقى الحديث رضي الله عنه على يد أئمة زمانه من كبار العلماء الأجلاء في بلدان كثيرة جدا من علماء الحديث اللي رحلهم الإمام البخاري وتلقى على أيديهم الحديث الشريف. رحمك الله أيها العالم الجليل والإمام الفذ، رحم الله الإمام البخاري وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء.